محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. بعدما خرجت القائمة الرسمية لمنتخب أقل من 23 سنة المشاركة في أولمبياد باريس وهضرنا عليها بالتفصيل، دابا جا الوقت اللي نطرحوا فيه أسئلة مهمة ممكن تكون في بال أي مشجع للمنتخب. فين هما اللاعبين أو الأسماء الأساسيين ديال هاد الفئة؟ واش بهاد القائمة يقدر طارق سكيتي ويمشي بعيد في البطولة؟ وما هو الأسلوب أو طريقة اللاعب الأقرب اللي غيعتمد عليها؟ وكيفاش غيكون برنامج المنتخب الأولمبي من المعسكر التحضيري حتى موعد وتوقيت المباريات في دور المجموعات؟ هذا وبالإضافة إلى تفاصيل أخرى غنعرفوها من خلال هذا المقطع. لكن قبل عندنا تحدي اليوم نوصلوا هذا المقطع 5000 لايك، وإلا كنتي جديد معنا ما تنساش دعمنا بالاشتراك في القناة. ودابا نبدأ على بركة الله. أول حاجة خاصنا نوضح واحد الأمر، لأنه للأسف فئة كبيرة تنتقد طارق سكيتيوي بسبب غياب لاعبين مهمين وبارزين عن اللائحة المستدعات للألعاب الأولمبية وما فاهمينش الوضعية كيفاش دايرة. راه أغلب اللاعبين اللي كيبانوا ليكم غايبين على اللائحة ويستحقوا التواجد رفضوا لهم الأندية المشاركة في الأولمبياد، كشادي رياض مثلا، أميل الوزاني، نايف أجريد، إسماعيل السيباري، واللائحة طويلة. رغم المحاولات الكبيرة اللي دار المدرب والجامعة باش يقنعوا هاد الأندية، لكن هاد الشيء ما نفع فوالو وكان رفض تام. ولكن واش من حق هاد الأندية تمنع اللاعبين من المشاركة في الأولمبياد حتى الأسماء اللي عندها أقل من 23 سنة؟ نعم، لأن الأولمبياد ليست تحت لواء الفيفا أو الاتحاد الدولي، وعند النوادي الصلاحية الكاملة في أنهم يرفضوا ولا يقبلوا، لأن المنافسة الأولمبية كتقام في واحد التوقيت اللي هو خارج عن فترات الفيفا الرسمية، ماشي بحال البطولات الكبيرة مثلا كأس العالم، أمم أوروبا، كوبا أمريكا، كأس إفريقيا إلى غير ذلك. الأولمبياد القضية مختلفة، الاتحاد الدولي لكرة القدم كيخليك منك للفرقة تفاوض معهم كما بغيتي، وإلى رفضوا القانون كيحميهم لأن البطولة محسوبة في فترة غير رسمية وما داخلاش في أجندات الفيفا. وللعلم هادشي راه ما وقعش غير مع المنتخب المغربي، بل بلدان كثيرة طاحوا في نفس المشكل، منهم منتخب فرنسا اللي حاولوا يقنعوا ريال مدريد يسمحوا لمبابي يلعب الأولمبياد، حتى أن اللاعب نفسه صرح بأن الرغبة ديالو كبيرة باش يلعب هاد المنافسة، ولكن في الأخير النادي الإسباني رفض بشكل قاطع. واللاعب ماركوس تورام اللي حتى لآخر لحظات تحيد من اللائحة بسبب رفض ناديه الجديد ليوفي. وأيضا المنافس الأول لنا في المجموعة الأرجنتين وقع لهم نفس المشكل مع إنزو فرنانديز، لإدارة نادي تشيلسي ما سمحوش ليه باش يشارك. واللاعب مودريك نجم نفس الفريق ومنتخب أوكرانيا هو أيضا رفضات لإدارة تشيلسي. منتخب مصر مثلا لقات مشاكل حتى مع الأندية المحلية كالأهلي والزمالك اللي رفضوا لبعض اللاعبين المشاركة، والأمثلة عديدة. المهم هادشي كامل غير باش نشرحوا الوضعية كي دايرة وليست أعذار، بالعكس طارق سكيتيوي عنده 18 لاعب جيدين فنيا وبدنيا ومتنوعين من ناحية الخصائص، وبزاف منهم متعددين المراكز. إضافة على ذلك كاين 3 لاعبين فوق 23 سنة مميزين وغادي يرفعوا من مستوى المجموعة. حكيمي مثلا اللي كانت عنده رغبة كبيرة في الحضور في الأولمبياد، كاملين كنعرفوا مستواه الكبير دفاعيا وهجوميا في الجهة اليمنى، كما أنه عنده القدرة يلعب في اليسار. وكاين منير المحمدي اللي كيف ما قال طارق سكيتيوي بأن مركز الحراسة مهم بزاف في الكرة من أجل النجاح، وضروري ما يكون عندك حارس مجرب وعنده خبرة كبيرة، ومنير كينطابق عليه هذا الأمر. وأيضا سفيان الرحيمي بالمستوى الرائع اللي عنده والفعالية أمام المرمى هو أيضا كان اختيار مهم جدا وغادي يعطي إضافة كبيرة. يعني كخلاصة وبدون أعذار القائمة كتبقى محترمة جدا، الدفاع متوسط، خط الوسط رائع جدا، والهجوم أيضا في المستوى العالي وفي عناصر متميزة. الآن وصلنا للتساؤل اللي كيطرحوه العديد من المغاربة، هل طارق سكيتيوي قادر على النجاح في المنافسة الأولمبية؟ أكيد هذا السؤال ما عندوش جواب مباشر، ولكن كاين بعض الأمور اللي غنهضروا عليها اللي تقدر تطمئننا وتعطينا إجابات مبدئية. المهم من خلال تجاربه السابقة مع المغرب الفاسي، وداد فاس، المغرب التطواني، نهضة بركان، الإمارات الإماراتي، واتحاد تواركا، كيبان بأنه كيرتكز على أمور مهمة تدعو للتفاؤل، وهي أولا روح المجموعة وتكون موحدة كعائلة، بالإضافة إلى الانضباط والصرامة داخل المحيط، وهذا أمر مهم جدا مع العمل على التفاصيل الذهنية والبدنية. وحتى التجارب ديالو كلاعب سابق في أوروبا غتساعدو بزاف على التواصل مع اللاعبين لأغلبهم من أندية أوروبية. هذه
من جهة، وعلى مستوى النظام التكتيكي طارق كيفضل الأسلوب المتوازن من خلال خطة 4-2-3-1 اللي ممكن تحول ل 4-3-3 في حالة بغى يلعب بوضعية هجومية محضة حسب طبيعة المباريات وكيفاش غتكون النتيجة. بهذا الأسلوب نجح مع نهضة بركان في التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي سنة 2020 وكأس العرش مع المغرب الفاسي عام 2016. نظام اللعب ديالو كيعتمد على إغلاق المساحات في خط الوسط والضغط من المنتصف على الخصم، وهجوميا كيرتكز على المرتدات الهجومية والسرعة في التحولات. وإلا جينا شفنا الأدوات أو اللاعبين اللي كيتوفر عليهم في المنتخب الأولمبي غادي نلقاو عنده مجموعة مناسبة ليه لهذا الرسم التكتيكي، كما أنه بهذه الجودة اللي كاينة يمكن ليه يحول الخطط وسط الماتش كيف ما بغى بهذه المواهب. يعني كخلاصة نقدروا نقولوا أن طارق سكيتيوي مدرب متوازن، ما كيلعبش دفاعيا 100% ويدير ردة الفعل، وأيضا ما كيلعبش هجوميا 100% وكيدير الفعل، بالعكس هو كيبقى مدرب متوازن. ولكن كاين أمر مهم، وهو في ظل التواصل المباشر اللي كاين بين طارق سكيتيوي ووليد الركراكي فأكيد غنشوفوا نفس الأسلوب ديال المنتخب الأول، خصوصا أن خط الوسط والهجوم كاملين تقريبا من المنتخب الأول. لذلك كونوا أكيدين أن الخطة اللي غنلعبوا بها هي 4-1-4-1 أو 4-2-3-1 اللي ولا كيلعب بها المنتخب الأول مؤخرا. المهم أي حكم على طارق سكيتيوي الآن غيكون فقط فلسفة زايدة أو انتقاد هدام، لكن اللي نقدروا نقولوا أن جميع مقومات النجاح راه عنده تجربة محترمة كمدرب، مجموعة لاعبين في المستوى وأسلوب تكتيكي محترم، وقادر ينجح في هذه البطولة. ما علينا إلا نتفائلوا خير ونتمنوا التوفيق لمنتخبنا الأولمبي. دابا نشوفوا برنامج المنتخب كيفاش غيكون وموعد المباريات. المهم المعسكر التحضيري بدا من اليوم الاثنين بعد ما التحقوا اللاعبين بمركب محمد السادس بالرباط. غيقضيوا أسبوع كامل ديال التدريب في هذا المركب، من بعد غادي يشدوا الرحال مباشرة إلى مدينة ليون الفرنسية، ثم غادي يكملوا الاستعدادات وغيلعبوا مباراة ودية يوم 18 يوليو. المهم بعد نهاية هذا المعسكر التحضيري اللي كما قلنا غادي يكون أسبوع في المغرب وآخر في ليون، المجموعة الوطنية غادي تشد الرحال بعدها مباشرة إلى مدينة سانتيتيان باش نبداو المباريات الرسمية في الأولمبيات. غنلعبوا في هذه المدينة جوج مباريات من دور المجموعات، الأولى ضد الأرجنتين يوم 24 يوليو، والثانية ضد منتخب أوكرانيا يوم 27 من نفس الشهر. ومع نهاية المباراة الثانية غيشدوا الرحال مباشرة إلى مدينة نيس، وفي هذه المدينة غادي يلعبوا المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد العراق يوم 30 يوليو. إذن هذا هو البرنامج الكامل. كنتمنوا كل توفيق لهذا المنتخب وإن شاء الله يمشيوا لأبعد نقطة ويديروا نتائج إيجابية. في الأخير غنطلب منكم زيارة حسابي الخاص على انستغرام منير غزالي، كنتمنى تجيو عندي تما، واللي عنده أي سؤال أو استفسار مرحبا به. وشكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة. منير يحييكم، إلى مقطع قادم إن شاء الله.